ست بقضي مصلحة هخلصها واجيلك. سلام. ايه يا كبير؟ الواد قاعد بقاله نص ساعة جوه. ايه؟ هو بيخترع ذرة ولا ايه؟ انزل بص عليه يا كابيلو. الواد ده انا مش مرتاح له من ساعة ما شفته. يا كبير، الواد دورت عليه جوه ما لقيتلوش اي اثر، ولقيت العماره ليها باب تاني. يعني الواد ده خلع مني؟ اركب. اسمك؟ انت اسمك ايه؟ قولي قولي. لبنى. يا حاج شاهين اصحي يا مها. قومي قومي يا مها، لبنى اتكلمت. انا حلمت انه كان في ناس كتير حواليا عايزين يخنقوني وماسكين سكاكين، وبعدين طارق ظهر وانقذني منهم، وكان في واحد بيجري ورا طارق وهو مش واخد باله عايز يضربه في ظهره، وبعدين انا قمت من النوم مفزوعه. طب قولي لي، كان في دم في الحلم؟ مش فاكره. دم انت رهرة؟ ايوه يا ابني، اصل انا اعرف لما يبقى في دم في الحلم بيفسده، ما بيبقالوش معنى. ألف حمد لله على سلامتك يا بنتي، والله أنا فرحانة إن ربنا استجاب لدعائي. شوفي أنت بقالك أهو شهر ويمكن أكتر عندنا في البيت، بس ما فيش صلاة صليتها إلا ما بدعيلك إن ربنا يشفيكي. أنا هقوم بقى أصلي ركعتين شكر لله وأدعي إن ربنا يتمم شفاكي. يا ستي، ما جوزك من ساعة ما قام مفزوع جري على الجامع عمال يصلي لها. استني بس. بصي بقى، واحدة واحدة كده احكي لنا، انت كنت في ليبيا بتعملي ايه؟ اهلك مين؟ دراستك ايه؟ مش عايزك تبطلي كلام لحد ما كلنا ننام منك. انا ابويا الله يرحمه كان مدرس انجليزي في ليبيا، كان اسمه عبد الرازق، كان راجل طيب الله يرحمه. ايوه، انا هفتح الباب خليك. يا غنوة يا حياتي، غنوة يا روح قلبي، يا غنوة يا غنوة، يا غنوة يا غنوة.
ايوه فضلتي حياتي. ازيك؟ اخبارك ايه؟ تمام. كله تمام؟ خير خير. يا اختي معامله كشاف الكهرباء دي، مفيش. اتفضل يا فاضل. نشرب قهوه، نشرب شاي، نعمل. سوري. اتفضل اتفضل يا فاضل. بس اصل انا كنت لسه لابسه وخارجه، بس عادي بقى، انت مش غريب. اتفضل. لا اقول لك على حاجه، عشان انا راجل كده وجاي لوحدي، وانت ست لوحديكي ساكنه في الشقه الطويله العريضه دي، فبلاش، لحسن الناس يتكلموا علينا. ازيك؟ عامله ايه؟ كويس. كنت عايز اسالك على حاجه. انت تعرفي ابو هناء؟ طبعا. ماله؟ ابو هناء ده صاحبي الروح بالروح، حبيب قلبي، بموت فيه كده لما يتنرفز كده ويبقى جامد الجامد. اتصل بيا النهارده طالب مني معروف. وانا مالي؟ لا مالك، مالك يا حبيبتي، قوي مالك قوي كمان. ابو هناء ده اصله امره يهمني قوي 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 قوي. وبعدين هو مش طالب منك انتي حاجه، هو طالب بس كل اللي عايز يعرفه، عايز يعرف مكان فيتون فين. فيتون ايه وزفت ايه يا فاضل؟ هو انت مش عارف ان انا خلاص قطعت علاقتي بيها؟ مش هي دي اللي جرجرتني على الاقسام وبهدلتني وجابتني البوليس لحد البيت؟ فاضل، هو انت مش في يوم جيت لي لحد هنا وطلبت مني اخدك ونروح لها وانا اللي رفضت؟ يا اختي حصل. امال بتسالني عنها ليه؟ بقولك ايه، هي الزفته دي عملت ايه؟ لا ما عملتش، ما عملتش، لا سمح الله، هي ما عملتش حاجه. بس اصل يعني حوار كده، جوز اختها اسمه راشد قتل واحد من رجاله ابو هناء، حاجه كده، كلهم رجاله في رجاله في بعضيهم، خناشير كده وجو ملزق، انا ما بحبوش، عشان كده يا اختي جات لك. فضلتي حياتي، احنا اصحاب، بلاش نلف وندور على بعض. من الاخر كده، انت عارف ان الاشكال دي لو مامي وبابي كانوا عايشين ما كانتش هتقدر تعتب هنا، وانا اللي غلطت اني عرفت الاشكال دي. يا اختي عارف طبعا مامي، هي دي ايام تتنسي؟ طب يا فاضل، الشقه عندك، دور فيها ولقيت فتون تبقى خدها يا اخويا في ايدك وانت نازل. يا حبيبتي لا، مش للدرجه دي، ما تاخدنيش قوي كده في الاجريشن، مش للدرجه دي يا حياتي. انا بس كل اللي كنت عايزه اقوله لك انك يعني لو اتكعبلتي فيها في حته، اتخبطتي فيها في اي حته بتاع، تبلغيها ان انا عايزها، عايزها ضروري، وتقولي لها كمان ان انا هخرجها من كل الحوارات دي، حتى الحوار الرفيع بتاع ابو هناء ده هخرجها منه كله. بدل ما تخرجها هي، اولى تخرجني انا، لان انا اللي صاحبتك ودماغي وجعتني من القرف ده. لما تشوف فتون تبقى اقول لها ان انا بقول لها كان يوم اسود يوم ما شفت وشك ومش عايزه اعرفها تاني. فهمني يا فاضل؟ يا اختي ايه الاجريشن ده؟ خلاص بقى، الراجل طلب مننا معروف واحنا هنقدمه له. هبقى اكلمك. باي باي. كده يا غنوه؟ كده يعني بتقولي له خش فتش يعني لما يفتش ويلاقيني وياخدني يعني يرضيكي؟ ده فاضل، فاضل يفتوني. خشي يا اختي، خشي.